متابعينا الاوفياء مرحبا بكم. اليوم في الشوارع البيضاء عندنا سؤال مثير جدا، علاش الناس كيخليو شغلهم وكيحديو شغلات الناس، وايضا الاجوبه غتكون مثيره. بقاو معنا. علاش الناس ما كيديوهاش في شغلاتهم وما كيديوهاش في شغلات الناس؟ السلام عليكم عبد العزيز بن مفاجئ مع وجهه الدار بلا سطات. هذا مشكل كبير فمن طنجه للقويره، كاين الناس خدامه واحد حاضيهم، حتى هو خصو يمشي يخدم ويدير شي حاجه ومابقاش حاضي الناس. راه هي ديال الجمله اللي قلتي، علاش الناس كديها في شغلات عبد الله ما كديها في شغلاتها؟ علاش انا ما نديهاش في شغلي ونخدم ونزيد ونخليه يبقى قلب علاش هذا وهذا وهذا وغيبقى في بلاصتو؟ يمشي يدير واحد المصلحه بينه وبين الله ومع راسو، يقضي الغرض ديالو ويخلي غرضات الناس غادا. في نظرك شنو السبب ديال هذا؟ قلت ما يدار، كاين الناس خدامه وهو حاضي، هذوك اللي ما عنده ما يدير غيبقى حاضي هذوك. القافله تسير بلا نكمل الجمله. في نظرك، اسمح لي نقطعك، في نظرك الدول الاوروبيه واش عندهم نفس القاعده؟ لا لا، شوف فرق كبير. المغرب فيه ما يدار، حنا ما نتعاندوش مع الدول الاجنبيه لا في لبسهم ولا في داك الشيء. راه كاين ولاو حنا عندنا دابا ولاو كيديروا لبس ما كيمرقوش كيلبسوه، كيتقلدوا مع الناس ديال برا. حنا دوله اسلاميه خصنا نديوها في ريوسنا في بلادنا، نتعاونوا مع مالكنا باش نزيدوا لقدام ونخليو الاعداء ديالنا يتفرقعوا بوحدهم ما بالفقصه، ما نحضوش شي حاجه اخرى اللي ما عندنا ما نديروا بها، ما عندنا ما نديروا بها. في نظرك هذا الشيء كيلعب دور مهم في تقدم المجتمعات؟ احنا بعدا عندنا هذه بصمه في المغرب 100%، خدامين بخير على خير. سيدنا دار لنا مشاريع هي تنفتخروا بها، من طنجه للقويره غدا احسن ما يكون، واللي بغى يحضينا يحضينا راه غيمرضى هو. وحتى الاخرين اللي ما عندهم ما يدار يمشيو يديروا شي حاجه يتباهوا بها قدام عباد الله، ما يحضوش واحد خدام وهو ما خدامش، والحمد لله ربي كبير. علاش الناس ما كيديوهاش في شغلهم وما كيديوهاش في شغل الناس؟ اخويا السبب يمكن هو حيت قلت الشغل، هذا العاده عندنا غير حنايا، اما دول الاخرى ما عندهمش هذا الشيء، لان كاين دول اللي تلقى جارو كاع ما تيعرفوا. فهنايا راه قلت الشغل واحد حاضي الاخر ما عنده ما يدار. لا ولكن دابا المشكل حتى الناس اللي عندهم ما يدار كيكونوا حاضرين، في نظرك علاش؟ هو يمكن ثقافة تربوا عليها، ثقافة تربوا عليها، تقاليد، كعرف التقاليد ديالنا حنايا خرجوا علينا. صح، في نظرك الناس أولا الشعوب اللي كتحضي بعضها واش ممكن تقدم؟ لا، تنظن بالعكس، لأن تيشوفوا فيها غير الجانب السلبي هما، لأن ما حدك تحضي ذاك السيد تضيع الوقت. فهمتي الوقيته اللي انت تضيعه راه واحد اخر راه عنده ذاك الوقت اغلى من الفلوس. فهمتي تضيع الوقت حضي هذاك شنو دار هذاك شنو دار هذا وتتنسى شنو تابعك نتايا. ما شنو نقول لك؟ واخا من هذا المنبر شنو الرساله اللي توجه للحضايا؟ والحضايا اش غادي نقول لك؟ راه واخا تقول لهم اللي قلتي راه داك الشيء فيهم، ما فيهم فيهم داك الشيء، صعيب صعيب يتحيد. خصو يديها في شغله، لان راه عنده بزاف د الحوايج اللي تابعينه هو، اولا انه يركز مع يركز مع المستقبل ديالو، يشوف هو يشوف حياته، يخلي واحد اخر تقد تشوف الاخر تشوف فيه واحد الجانب اللي هو ايجابي، ان هذاك السيد ما دايرش ما خصكش تكون بحاله. في نظرك علاش الناس كيخليو شغلهم وكيحدو شغل الناس؟ خويا دابا هذا الوقت ولا شي مشبع شي وصافي، شي حاضي شي بنادم كيزيد القدام وحنا باقيين حاضين بعضياتنا. الا الشهر الاوروب الناس ما حاضينش بعضياتهم، واخا دوز كيف دزتي دوز عندك شنو عندك صافي، بنادم ما مسوقش، كله حاضي راسه كله حاضي المشاريع ديالو كله باغي يزيد القدام. هاد البلاد باقيين فيها حضينين حضيك، شوف فين شوف فيك ما كتشوف فيا، نتبعك شنو كدير نبقى حاضيك نحسدك، وعمر الا بقات هاد البلاد بحال هكا الشعب يولي بحال هكا عمر بنادم غيزيد القدام. في نظرك شنو السبب؟ شنو السبب؟ الحسد والغيره، بنادم كيشوفو كيزيد القدام، الحسد والغيره هو السبب ديال هاد الشيء. بنادم ولا عنده شي غارات كيبقى حاضي غرضات الناس. الا بقينا بهذا على هذا المنوال واش غنقدروا نتقدموا شويه؟ عمرنا غنتقدموا لقدام، ما كايناش غير هذه الحاجه، كاين حوايج اخرين وهذه هي الاولويه ديالهم، هذه هي الاولى. فهمتي عمر بنادم غيزيد لقدام، دابا انا نبقى حاضيك وانا انت كدير وانا غنبقى واقف بلاصتي، يعني ما كاين والو، غنبقى حاضيك انت خدمتي نحضيك انت ما غندير والو، يعني اللهم كل واحد راسه وكل يشوف شنو غيدير راسه. شي رساله للحضايا؟ ونقصوا من العينين وديوها في راسكم واحد شويه وبعدو كله يدخل سوق راسو. بلاد تمشي زين. بنادم واحد بنادم والشعب يولي ياكل لوز ويولي راه جدو مشى هو كان كياكل لوز بعد شويه من اغراض الناس. كانت هذه اجوبه الشارع البيضاوي، وانتم في نظركم علاش الناس كيخليو شغلهم وكيدخلوا في شغل الناس؟ ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في التعاليق.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.